السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم من الفيديوهات الأكثر ألما وحزنا وأسفا. فين غاديين يا أبناء وبنات المغرب؟ بس نوصلوا، لأننا من أجل الشهرة والمال نقتلوا الأرواح بالسحر والتوكال. هادشي بزاف وخصو يوقف عند حدو. عصابة حمزة مومبيبي في خضم هذه المعركة الدنيئة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا مراسلكم محمد تحفة يعود إليكم من جديد. ديروا لايك، يخدم سيمانة كاملة بحرجة بتلد فينا. ديروا واحد تنساوش أبوني، ديروا واحد. واخا كنضحكوا كاين الالم. يا ديروا واحد، ها ديروا واحد، ديروا واحد، ديروا القضيه، قضيه مزيره. حمد الله، القضيه محال، محال، قضيه محال. واش الله يدير الخير وصافي. خصو السلطات تتدخل وبقوه. يا تريك تفا، ها على تريك. هذا الشيء اللي غتسمعوا كانه فيلم الرعب. تركت انت جبان يا تحفة الزمان. اخواني اخواتي، خرجوا علينا سيمو بالبشير بواحد الكتيب تيقول فيه بالحرف، هذه مسألة خطيرة جدا. تيهضر على الشعوذة وتيهضر على الفنانين، وهنا تنرجعوا لقضية النقيب وعشرين رحمة الله عليه. تعقلوا اخواني اخواتي باش خرج زهير خربوش، عقلتو بلا ما نقول لكم شنو كاين. ما باغيش نذكر الاسم ديالو، كنقول غير النقيب، لان نذكروا امواتكم بخير. سي وعشرين رحمه الله عليه، وهو عند ربه الان. قالوا مات مسموم. سيمو بالبشير يؤكد هذا الكلام، يؤكد هذا الكلام، لأن سيبو عشرين كما بلغنا ومن مصادر موثوقة أنه بغى يدير مراجعات. سيبو عشرين واحد الوقيتة قال الطريق اللي غادي فيها أنا راه ما هيش. لاحظ ما بين موته راه كان واحد الغياب، كان واحد الغياب. السيد ما بانش. السيد باش تعرفوا أنه كلام زيان، ميمكنش لواحد النقيب ديال العرب، ديال العرب، يجي يقول بانه عنده تناغم فكري. ما ويدين عقلتو عليها، عقلتو. قلت انا ميمكنش لواحد النقيب ديال العرب، اسد المحاكم. كنا كنلقاو في المحكمه مع النقاه سمير الداودي ومع نقول هرواق وكيصبروا فيه، هو كيتنخسس. كتعرفوا شنو هي القوة ديال بو عشرين ولا ما كتعرفوش؟ شنو اللي خلى بو عشرين يوصل لما وصل إليه؟ هذا ما كشف عنه شكون هو؟ سيمونة. الناس كانت تدغج، الناس كانت كتاكل يا ولدي الشراوط، تتاكل اللي ما تيتكالش. وهذا بزعامة من بزعامة واحدة ما يمكنناش نبقى نقولوا ليها فنانة، لأنها عيب وعار نقولوا ليها فنانة. مالك بعد ما خصك تقول لها الشوافة، خصك تقول لها أم عسير، خصك تقول لها ما يمكنش لك تعطيها وصف ديال الفنان، لأن فنان. وهذا راه كينطبق على بزاف ديال الفنانة، غير باش نكونوا واضحين إخواني. لأن قال سيمو بالبشير بأن أغلبهم، هذا حسب روايتي ماشي أنا، أغلبهم كيمشيو عند الشوافات. ولكن هي لغج، تيلغجوا شي دوك اللي كيغرموا، هذوك اللي كي وهنا غنحضر هذوك اللي كيبقاو يغرموا بزاف. هذوك اللي كيغرموا تا هما كياكلوا وكيديروا الليلات، كل جن عندهم كيدير خدمة،
كاين واحد الجن زاق، وهذا من مصدر موثوق، هذا هو الجن اللي كيجيب الخدامي، كيدير واحد الليله كيمشيو فيها الزرق، وداك الجن الزرق هو اللي كيديروا الليلات، هو اللي كيجيب لهم خدمه في بلايص زوينين، كيجيب لهم دوك البرايفت باري، ها بوسكوره، ها في دار بوعزه، ها في الشمال، ها في شي حوايج، هذا هو الجن الزرق كيديروا الليله وكيدبحوا عليه العتارس وكتحير عليه. الشوافة ما بقاش نقولها المغنية وما وختها والعيبات، ويمكن لكم رضا الطاوجني راه ميك اسمح لي رضا ولد الشينوية ها ساكت واحد الطقوس اخواني اخواتي يستحيل تقول على هذا فنان، لان الطقوس هذه كما جاء في الكتيب، والله هاد الكهضره انا كتعيفني، داكشي ديال الشروايطه، داكشي ديال الكارسون، داكشي ديال الخرقه، داكشي انا هادشي اللي قريته، وانا انا 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 استحي، انا نبغي نضحك نقشب نقدر نخسر الهضره، ولكن ملي كتوصل الامور بحال هكا كيضر في الخاطر، كيضر في الخاطر. الكتيبة درا فيه مسؤولين عباد الله في الدولة، مسؤولين كبار، ممكن يدغج، ممكن يروكل. ومني غنشوف أنا مثلا هاد الكتيبة هذا أش نقول؟ نقول هادي بلاد السحر والشياطين والجن، نقولها جميل جدا اننا نشوف الدوله حيدت بويا عمر، جميل من بعد سيدي عبد الرحمن، ولكن هادو راه كاين هادو اي صافا با كيمشي بويا عمر سيدي عبد الرحمن، كتخلص 10 ريال ديال الفلوكه وتدخل داخل وشده شي واحد قال لك يدير لها الرقيه الشرعيه وكي نو 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 نو. انا كنهضر على داكشي اللي كيطرى في الفيلات، راه التريكة ديال المغنية جابت شوافة من السعودية، راه جابو شا استوردو حنا كنا صدرناها هما يعاودو استوردوها من السعودية، خدامة 24. شكون هو هذاك الممثل شنو سميتو؟ التاويل كان كيدير شي سكيتشات شي مونولوجات في هذا الشأن، وانا باش شفت هاد الكتيب هذا تفكرت التاويل، حق الله العلي العظيم ما كنتش يتفلى شي، نتوما تفرجتوا في التاويل ياك، فاطمة التاويل يا فاطمة التاويل تفرجتوا فيه ضحكتوا، والله ما كنتش يتفلى قسما بالله، اي كلمه كان قال هذاك فاطمه التاويل كاينه بلاصتها وهذا اللي غيخليني دابا انا نعاود نرجع نتفرج في دوك اللعيبات اللي، وان كان بيني وبينك الان كنت سائل على ذاك فاطمه التاويل، انا ما كنعرفوش شخصيا، باش نكون واضحين، باين واحد الانسان مرح، ولكن كنت سائل كيفاش تزقل؟ راه عندك الزهرة ودي فاطمة التاويل، راه عندك الستة، راه عندك الزهرة، شتي انت راه مرضي مهمتك نتايا، لأن بداكشي اللي كنتي كدير راه تشخيص لواقع دنيا باطمة وما يجري في بيتها، وما يحدث مع أمها ومع أختها مع بلرر مع مو المشطة مع نريرة مصيبة. انت فاطمة التاويل انا غنقول لك شتي انت ربي تيبغيك، حق الله العلي العظيم فاطمة التاويل ربي تيبغيك، لان ديك الوقيته انا لم اكن ادرك الخطوره ديال داك الشيء اللي كنتي كتقول، حتى سمعت لسيمون حفظك الله، انت راه حطيتي انت كيفاش تزقلتي، يقدر يا ام درتي معاهم شي ديل تفاهمتي قلتي لهم غنبعد، ولا حفظك الله وحده في جوج، انا ما عارفش الخلفيات ديال
يوسف سميتو يوسف، سميتو يوسف باش ما نقولش لي فاطمه تاعو. يوسف اوزيلا، يوسف اوزيلا، كيفاش تزقل يوسف اخويا. شابو، ان داك الشيء اللي كان حقيقه ما كان يحدث مصيبه، والدوله خصها تجمع راسها في هادشي. الدوله خصها تجمع راسها في هادشي، خصها تجمع راسها مع دوك صحاب الرقيه الشرعيه. ما كاين لا رقيه شرعيه ولا يحزنون، او والله ما كاين شي حاجه. اي واحد يمكن ليه يرقي راسه، حافظ قول اعوذ برب الفلق، حافظ قول اعوذ برب الناس، حافظ الفاتحه، وحط يدك على راسك، حط يدك على راسك، اذكر الله صح. ما فهمتش، تيبان لك واحد بعقله غادي بمرته عند واحد يدير لها الرقيه الشرعيه، وشاد ليها في راس بالزوته وخدام عليها قول اعوذ برب الفلق من شر ما. ايه يا صاحبي، غادي بيها بيدو، غادي بيها لعنده. وكيقول ليه الملوك ديالها، الملوك ديالها ما بغاوش شي واحد يكون معانا في البيت، حتى هو راه خير راسو كل قنطره. يا سي فقيه كلامك، والو يا سي فقيه، ويخرج ويسد عليهم الباب. وهادشي شفناه صاحبي. دابا دابا شي واحد، كاين شي راجل كيدي مرتو دير الرقية الشرعية من الاخر، وكيقول لك عندها مواليها. ما كاين لا مواليها لا والو، راه هات اللي فاقصها، هات اللي فاقصها حق الله يعني العالم. وتهلا فيه مزيان، خرجوا والرقاد مزيان، الله يشيش ولا الطير مع الطيور. تم زقرة عليها، ما تخرج ما تدخل ما والو، المرأة تيجي اكتئاب، تتم غادي بعد واحد يدير لها الرقية الشرعية. تا هو كيدخلك يقول لك خرج، الملوك ديالها ما بغاوكش، كتسد عليهم الباب، كيدير لها البندقاني الحاج العثماني، المرأة كتخرج كطير بالفرحة. يقول الله إلا هذا الفقيه باركته، خصك تشي دير الرقية الشرعية. راه ربما يبان لكم هذا الشيء تنضحكوا، أنا ما تنضحكوش، ما تنضحكوش. اللي كيدي مراته ودير الرقية الشرعية مش راجل، من الآخر. غادي بمرا راسو قداش الزبل قداش، غادي بمرتو واحد الفقيه، واحد ملوكة وانت اللي فقستيها. والله ما كاين لا ملوك ولا محزان، والله ما كاين لا ملوك لا والو، انت اللي فقستيها. تهلا فيها ودورها ودار معاها وجلس معاها، والله ما يبقى شي ملوك ولا الزقرة. داكشي لا تعطيه للفقيه هو خرج يا بيه، لا حول ما يمكنش، ما يمكنش. شي خصو يحبس في المغرب، والله خص يجيبوا ان ينتهي. ولن اعيد عليكم بالازيد. وفنانة قداش يا صاحبي، انا راه صديق الفنانة، انا صديق الفنانة. فيلا قداش دخل عند فنانة صاحبي، دخل قلت لي انا جاي، قلت لي مرحبا، مشيت عند الصاله ومحط الطبوقه قداش طبق طبق، انا نعاود لكم ماشي صار الطبق قداش فيه التمر، داك المجهول الكبير وداك التمر فيه هكا، كاين الحنه، كاين داك الورد، وكاين الكاوكاو، وكاين اللوز، كاين هذا. وقلت لي لا 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 اختي بزاف هادشي، بزاف اختي هادشي. قلت لي الا ماشي ديالك، هويش عارض على شي واحد. قلت لي لا ماشي ديالك وديال من اختي. قلت لي ديال الملوك. الملوك تيجي تجلسي مع الملوك فحال فاطمه. قلت لي لا ديال الملوك. قلت لي راه ما فهمتش اختي، قولي لي شكون الملوك. قلت لي راه ديال شمعاره وش ديال الميره وكياكلوا. قلت لي راه كياكلوا بالليل. قلت لي هادشي راه بان لي عام ما كلوه. قلت لي الروح ديالهم هي اللي كتاكل، ولا الروح ديالهم هي اللي كتاكل، راه شي خصو ينقص. قلت لي وين الروح ديال داك الشيء اللي كيطلع عندهم، وحتى شي كيجمع لي الدبان ناموس. كتعرفوا داك السباني، داك السبنيات كتغطيهم، داك السبنيات وبني ادم برا في الجوع، يا خرج هذيك الطبوقه خرجهم ياكلوا من الناس برا. راه هذوك هما الملوك ديال بصح، ودي اجر من عند الله. التمر قد هكا حق الله العلي العظيم، وما تسالوني حلو فهذيك كذبه شي شويه. التمره قد هكا، لا 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 زدت فيها، زدت فيها قد هكا، لا لا قد هكا. المهم التمره قد هكا، التمره قد هكا، قد هكا. لوز داك الشيء يخرج، يخرج الناس،
جنون هذوك الملوك حاط عليهم طوقه قد هكا، وانا قاعد ما جلستني في الصاله، ادتني الكوزينه قلت لي تبارك الله علي عندي امريكان كيتشن، امريكان كيتشن، وانا الجنون قاعد مكانين حاط عليهم طبوقه قد هكا قد هكا، ما كي يقول لهم شي واحد وانا تحفه قد هكا. دخلتني ديك الكويزين امريكان قال لك، ومجلساني فانا وياها حق الله قسنا في طويبله صغيره، وحاطه لي واحد جوج طبايس ليت، واحد في القهوه، واحد العصير، حاطه لي عصير قرعه العصير قد هكا، والله ما كذبت قد هكا، لا بصح بصح ديال فيها جي دورونج ديال الليمون، جي دورونج ديال الليمون محطوط هنا ماشي سوق، جي دورونج ديال الليمون وقهيوه، واحد الحليوات شحال هذوك الحليوات هذوك تيراميسو لو في غينوار دو لا فيسريمي، وداك ميلفاي ماشي داك ميلفاي اللي تناكلو حنايا اللي في السوايق اللي ب 60 ريال قدك، واللي ميلفاي قسم على ربعه المراج نجي ربعه المراج، هو جنون حط لي طبوقه قدك، وكاع ما كيقول وانا تحفوز الزموري حط لي قوات عليا بالهضره، ويلي 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 الجوله الفنيه اللي غادي ندير ان شاء الله، والجوله ان شاء الله عيط عليا المانجر وقال لي ان شاء الله، والله يا خويا حسديني حسديني يا خويا تحفه، حسديني بغيت ربي يفرتكم، حسدينكم حسدينك عندك فيلا فيها 1000 متر، حسدينك عندك في فيلا الشجر ديال الليمون، الا جالهم يحسدوني تانا، إذا كانوا المغاربة محسودين حالهم بحالك الله يجعلنا كاملين محسودين، شحال دينك؟ أنت اللي حاسد راسك، أنت ما باغاش تمتعي بدوك الخيرات اللي عطاك سيدي ربي، عطاك ربي من نعيمه وحط دوك الطبوقة كاملين الجنون، حارم راسك كيفاش درتي؟ حاسديني يا خويا تحفة، أنت يا خويا تحفة، عرفتي يا خويا تحفة، الراجل مشى ليا مع واحد خيتي، والحرام كنصرف عليه وكنصرف على ديك خيتي، وعندك الخدامة بالحرام زدت ليا خباري، وعندك يا 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 بالله عليكم هذه فنانة دابا، هذه فنانة بالله عليكم واش هذه فنانة، يلا دابا اش هذا المستوى عندنا في المغرب ما فهمتش، قلت لك حاسديني حاسديني، عرفتي يا خويا ديك النوريات يا خويا فصلت واحد التكشيطة، الا قلت المصممة غتعرفوها، صممت عند فلان عرفتي تقامت عليا يا خويا بزبالة ديال الفلوس، طالعة يا خويا كان داك مهرجان، تتعاودي على مهرجان المرأة، مهرجان المرأة بمدينة سالا، عرضوا عليها كفنانة مرأة مغربية يا خويا، مع لبسها أول لبسة يا خويا طالعة يا خويا اللسان تهرس لي الطالون يا خويا تحفك غادي نموت، أوه هذاك طالون لابسة طالون قدوك ربسي في تكربي، طالون قدوك غتكربي، لصقتها في السحور لصقتها في الجنون لصقوها في هذه، بغيت لهم لعمة بغيت لهم يا خويا، وتشوفها في التلفاز نرين نرين، كتشوف في التلفاز كتأثر كتر شي حاجة بقى فيها بقى، أو تي كيبقى فيك شي واحد تي من عسماك الجنون في الدار يبقى فيك شي واحد تي كاع السمية ديال الجنون كل جن بالطبق ديالو، كيفاش يبقى فيك بنادم؟ انا الطواليت في الظلام كنخاف ندخل منها، كنخاف ندخل ليها، وهي حاطه كل جن بالطبق ديالها، لا لا ميلا شنو لا روج باش يحمو شارب دمو مول الجناوة مول الشواقط مول التحارف خلاها قايلي تارف، يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا، شوف الناس ما عاد من بلا ما نقول الناس ما عاد فين وصلات، هذه لغة العلم، احنا وصلنا ديال العلم ديال العلم، شنو عندك شنو تتعطي شنو شنو ما ما يجيبو 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 القطع ماد، والقطع مع هذا الشيء هذا ما تيجيش بوحدو، لا ما تيجيش بوحدو، لان الناس كبرات على، لان الناس تورثوا هاد الامور لابنائها،
راه هذاك الشيء اللي قال سيمون راه فضيحه، راه فضيحه للمغرب عيب الله. باش نكونوا واضحين، فضيحه للمغرب، فضيحه. وانا كنرجع كنقولوا على سي سي بو 20 كيفاش مات، غتلقى فنان. انا ما حدث التسونامي، تسونامي صديقه عزيزه الله يرحمها، الله يرحمها صديقه عزيزه. ونقول لكم واحد الحاجه وراء قسم بالله، راه اصرت لي بهذاك اللي سحر لي، بهذاك اللي وكل لي. وانا كنقول السيد كان معاها في الفرقه اورغانيست، انا كنقولها واتحمل كامل المسؤوليه. انا قالت لي هاد الهضره، ولا لا بشرى افاكين شهيده على هاد الهضره، قالت لي في كندا عندها، في الدار عندها، قالت لي في الدار عندها يجيبوا التحقيق. ما عندناش امور، ما عندناش ايفيدنس، ما عندناش، انا خصنا نقلبوا على هاد الشيء. قالت لي واحد الفرقه ديالي هو اللي وكلني، وعاودت لي انا المعاناه ديالها مسكينه. قالت لي راه قسما بالله انا شوف المراه راه هي بين يدي الله، بين يدي الله والله ما نزيد على شي كلمه. قالت لي خويا تحفه، راه كانوا دارنا تلقاوني مع الربعه الصباح في البحر، خارجه كتخرج كتدلع كيلقاوها في البحر. ها هي بشرى شاهده على هذا الشيء قسما بالله. هاي انا بعدا والله باش جلست معاها المره الاولى والله ما عرفتها، لان حين لقائي بها تبدلات مسكينه بزاف، كلات العصا مزيان. دابا واحد باش يبقى لاصق حدا وحده، تخرجوا معاه ولا تخرجوا معاه ولا شي حاجه، شي كنعرفوا العيالات هما اللي كيديروا هادشي. للاسف الشديد كنشوفوا حتى بعض القنوات الشهيره جدا كتصادف المشعوذين والمشعوذات والساحرات والسحره، وكيبينوا داكشي وكيفضحوا المسائل ديالهم وكيعلموا الناس هاد التجاره هادي، ولا حول ولا قوه الا بالله. ما فهمت انايا هاد الدوله وهاد البلاد فين غاديه بهاد الشيء هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما بقى فرق ما بين العيالات، راه الرجال تيسحروا من الاخر. ما كاينش، راه حتى هما ما كاينه سحيري ميري. الدوله راه خصها تجمع راسها في هاد الشيء، الدوله خصها تحبس. وحتى تم غادي كتلقى اول شوافه الحاجه فلانيه، ما كاينش شوافه، هذيك شوافه مجموع فيها كل شيء. قسما بالله انا حضرت الليلات، انا حضرت الليلات في المغرب، انا حضرت الليلات في المغرب، حضرت اليوم قسما بالله بكل تجلياتها. راه جلال خدامين ما جلال خدامين، وحده خدامه تحير جابها راجلها شاد هذاك، قال لك الشيخ شاد من وسطها اللي كتحير، راه ربعه طالعين للسطح ما عادش يديروا. راه الشوافه عندها بيوت، قوه البيوت عندها في ديك الدار دايره على الخوامي، وهي اللي شاده العك. كيبغي شي واحد يدي شي وحده كتقول لي عامره، عامره خلي راه كاينه لاله زبيده تما، راه كاينه لاله فخيته، كاينه يوم ولا المهدي، كاين اش كيديروا تما؟ كيديروا الزيطه. حق الله الشوافه، بغيتو الشواف الا عندكم شي قوه الشوافات، يلا سحروا لي، ديروا لي شي سحيري ميري، يلا باش نسكت، يلا وريوني هذه القوه ديالكم الضاربه، وريوها لي، وريوها لي. الدوله انا نقول لكم الدوله خاصها تحبس مع هادشي، يجب محاربه الاوقار ديال هاد الشوافات، محاربه الاوقار ديال هاد الفقه. كتمشي عند فقيه صاحبي يقول لك التوكال، التوكال صاحبي راه مسحور ما والو، راه سما صاحبي، راه سم، كيدير لي السم صاحبي، كيجيب لي مخ طبع خالص من بو ما عاد فين، يدير لي شويه دجاج ويدير لي كيعطي السم لعباد الله، تيقول لك راه دار لي انا شوف والله والله انا بعدا شخصيا انا يجب اعدامه من الخ بلا رأفة ولا شفقة ولا رحمة. تلقى واحد صاحبي كما قلت لكم في بداية الحلقة، كتلقى واحد وسيم. انا اليوم غادي نهضر لكم على واحد الدري صاحبي، ولد ابنه ولد حومتي صاحب القيد، الواعي مسير، ربما عائلته الان غادي تكون في الاستماع الي، اما هو فقد مسكين جنة. سي واعي مسير قرا معايا، قرا معايا الابتدائي، قرا معايا الاعدادي، قرا معايا الثانوي،
والله كان آية من الوسامة، آية، وكان ذكي وكان فنانا، فنانا كان يعزف العود، كان معايا في الفرقة المسرحية، كان كيمشي معايا لجمعية أبي رقراق. تعرف على واحد البنت، يعني حدث مشكل، فإذا بالسيد يقول لك يزع عصا ويضرب الناس بالزهر. يلا يلا، والآن مسكيني أنا كنمشي بعدها باش نقول لكم واحد الحاجة، فوق ما كنمشي كنشوفه، ومسكينة ما عنده لا تليفون لا والو لا هادي، راه كنبقى نقلب عليه في الحومة، وإن كان شوية الحومة شوية صعيب فيها الأمر، شوية ماشي سيف، ماشي يعني آمنة، ولكن كنقلب عليه. هذه المرة للأسف الشديد ما كانش عندي الوقت بزاف، ومشيت وسولت عليه، وعيط لي واحد السيد قال لي ها هو كاين هنا، مين قال لي جيت تهضر مع تحفة، ما بغاش يهضر، مشيت تنطير نقلب عليه، ما لم أعثر له على أثر. دابا تفارقتي ما صحفي، صافي تفارقت وصافي، ما فهمتش، ما فهمتش. دابا هادي اللي دارت لها الدري، هاد الحالة هادي تيبان لك، الدري هذا دابا كيدوز من قدامك يبان لك. بغيت نعرف الحالة النفسية ديالك وهذاك كيدوز قدامك. واتونسيو، هادشي راه طرالي طرالي، ماشي زعما حنا كبار ولا شي حاجة، يعني مازال شباب، مازال سيد ما خدام ما قدام، راه هي علاقة ديال عابرة. دابا مين تيدوز قدامك الدري هذا، شنو بغيت نعرف الحالة النفسية ديالك. لذلك أنا تنطلب من الدولة لكل من ضبط بهذا الجرم، يعني من ضبط بهذا الجرم، يعني تكون محاكمة علنية، حتى دوك الشوافات محاكمة ديالهم تكون علنية، وشوية وشوية الإعلام المغربي يتحرك، الفقهاء في المغرب، رجال الدين يتحركوا، رجال القانون يتحركوا، العقلاء يتحركوا ويهضروا على هذه المصائب هذه. راه مشى لينا نقيب ديال العرب قدو قداش، مشى لينا بالسحور، والله دابا دابا متبوته انه مشى بالسحور، بقى فنانه كبار خدامين. الهضره ديال الفنانه قداش تقول لك الخرقه، خرقه شرويطه كيلو، هذاك الدم عباد ماني دوبا واو، وطلعوا يتسنطحوا، هادشي كامل كيطلعوا يتسنطحوا. هذيك جبان كولوبان راه تي كيصيفطوا لها، كيصدروا لها داكشي من هنا، من جبان كولوبان كيصدروا لها داكشي من مراكش، من مراكش كيمشي لجبان كولوبان. علاش هي دابا جعلات؟ لان تحبس عليها سحيري ميري، تحبس عليها سحيري ميري، كانت تدور سحيري ميري، وداكشي دابا السورس ديالها مشى، السورس ديالها باش كانت تجيب داكشي مشى. وهذه مصائب، هذه والله مصائب، والله مصائب، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. أصدرت لودية صدروا واحد البيان، قالوا فيه بأن الدنيا باطنة، لا تتم يعني ما عندها حتى شي معاملة تفضيلية أو تمييزية على باقي السجينات، والفضل من الآخر الفضل يرجع لنا من الآخر، من الآخر، لأننا تحدثنا عن الكوارث اللي طراو ايامات كانت غلامور تمايا، وكانت ابتسام، كانت عايشة عياش، وكانت صوفيا ولا صافية ولا ما عرفت، كانت مصائب. ملي تنقولوا مصائب، كانت كتدخل الغبرة، كانت التليفونات، كان الزطريات، كان غير مازال تنقولها، اتحمل كامل المسؤولية. وانا علاش قلت هاد الهضرة؟ لانني اثق في ستامك، انا تنثق في ستامك، الدليل هو انهم قالوا ما كاين حتى شي معاملة تفضيلية مع هاد عادي. دابا هذاك اللي من كازا عيط لدونيا قال لي حقا، الشيف بغى يشوفك، الشيف بغى يشوفك، ومشيت شافته، قال لي صافي انا غادي نحميك، راه ما يطرالك والو. يلا 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 يلا، طلعت شي في عيني. غدا نقول شكون هو هذاك وهذه وهذا. عقل عليها.
اللي قال لي هذاك وقال لي هادي. ترى معينا القوالب تي قراني بني ادري تي لا تي تي قراني راني عارجي. نكملو نتمناو ان هاد المعلومات اللي عطيناكم اليوم تكون مفيده، وتنتوما فكروا لي في هذاك اللي عايط عليه هادي قال لي هذاك انا غادي يحميك من هذا صدق هذا خرج لي هادي يقول لي ترى معايا القوالب سينو دراو في راسه جمع مجموعين هذين اخواني اخواتي. اللهم احفظ بلدنا واحفظ ابناء جلدتنا من المصائب هذه ديال السحور وهذا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء يا اصدقاء. اخوان اخوات، شكرا على تتبعكم، شكرا على اهتمامكم، والى اللقاء في فيديو اخر بإذن الله تعالى. نرجو من الله لكم الصحة والعافية ودوام السعادة والفرحة، والسلام عليكم.